احمد. بالنسبه لي طبعا لازم نقول كده ان شخصيه البطل بتاعت حضراتكم سنه 2006 انتوا اكتسبتوها ازاي؟ شخصيه البطل النادي الاهلي طبعا الحقيقة. بس الجيل شخصيه الجيل ده اكتسبتوها ازاي لما كسبتوا صفاقس في الجون بتاع ابو تريكه في الاخر وبعدين رحتوا خدتوا البرونزيه بتاع كاس العالم؟ ده فرق معاكم كتير جدا طبعا. بقيتوا بتلاعب الفرق خلاص بشخصيه قويه جدا، بشخصيه جيل فعلا. بقت الفرق خلاص كلها بتلعب ان انتوا خدتوا بطولات بعد كده كتير، دايما مزبوط. البطوله بتجيب بطوله وقبلها برضو بس يعني البرونزيه والدوري ابطال افريقيا فرقت معاكم كتير جدا طبعا. ده اللي ان شاء الله هيحصل مع الجيل ده، لازم نستغل ونقف ونعمل وقفه ان شاء الله نعتمد على البرونزيه اللي خدناها والدوري والكاس ودوري ابطال افريقيا اللي خدناهم، وان شاء الله ناخد السوبر الافريقي والسوبر المصري. لما كنت بسال امبارح كان معايا كابتن عمرو الحديدي، الحقيقه لما كنت بساله امبارح عن هل من الممكن ان الاجهاد يصيب لاعبي النادي الاهلي يوم الثلاث؟ قال لي لا. قال لي الفكره اللي انت بتتكلم فيها دي ان الدفعه اللي واخدينها او اللي هياخدوها بسبب الحصول على المركز الثالث والبرونزيه اعتقد دي اكبر استشفاء بالنسبه لهم طبعا. كلام برضو اعتقد ان هو كلام منطقي. اقول لحضرتك كمان كانت فرقت في المباراه الثالث والرابع. ما انت كان غايب عندك علي معلول، حسين الشحات، كهربا، وليد سليمان، وما حسيناش بفارق. الاهلي ما بيقفش على حد، الاهلي منظومه كامله طبعا، كل اللعيبه الاساسي زي الاحتياطي بالظبط. فده الجميل في النادي الاهلي. ممكن يكون في بعض مثلا نقص في بعض التدعيمات او كده، بس ما فيش مشكله، او بعض المراكز يعني اللي محتاجه تدعيمات، ده طبيعي في اي فرقه في العالم. يعني ريال مدريد، برشلونه بيبقى محتاج تدعيمات. لا دايما انا بقول عشان تقوي فرقتك صح، لكن انا بقول دايما ان الفرق الكبيره دايما عندها محتاجه تدعيمات. دايما صح، في اي وقت محتاجة تدعيمات، محتاجة تدعيمات كل سنة عشان تكون وفي يناير أقوى وأشرس وفي الصيف وبتاع، لأن دايما الفرق الكبيرة نظرتها مختلفة عن بقية الفرق، لأن الفرق الكبيرة دايما نظرتها على البطولة فقط طبعاً. مش أي حاجة تانية. بس الجيل الموجود الحالي جيل بصراحة، يعني الأرقام هي طبعا، دول مش معنى الأرقام إن دول مميزين إن التانيين ما يقدموش، لا، كل اللعيبة بصراحة كانت رجالة، والجهاز الفني بصراحة كلهم كانوا بصراحة على ما يرام. يعني أول حاجة محمد هاني هو الاكثر في التاكلينج الصحيح. هنبص الارقام دي بتبين لك المميز في ايه في اللعيبه. يعني محمد هاني التاكلينج الصحيح بتاعه عامل 18 منهم 8 صح. عامل العرضيات 2 من 4 تمام. فدي ارقام قدامنا، مثلا ارقام محمد هاني على الشاشه بنستعرضها. هو لعب 3 مشاركات ب 287 دقيقه، صنع فرصه واحده. الدور الهجومي بتاع محمد هاني في البطوله كان هو دور دفاعي اكتر. ليه؟ لانه كان بيلعب عليه لعيبه كبيره، يعني الثلاث ماتشات اكتر واحد محظوظ في الثلاث ماتشات. بص بقى في ارقامه في استخلاص الكوره 17 مره، قطع التمريرات 16 مره، التاكلينج الصحيح اكتر واحد. التاكلينج ده بيبين التوقع، ان هو بيعتمد على التوقع وبيبين الرجوله في الملعب. التاكلينج الصحيح 8 من 18، الالتحام الهوائي 6 من 9، المراوغات 1 من 3. بص على الرقم بتاع الالتحامات الدفاعيه ده، يا سلام، 19 من 35، 19 التحام دفاعي لمحمد هاني. العرضيات 2 من 4، الدور الدفاعي بتاعه يعني يعتبر عرضيه في الماتش الواحد. التمريرات البينيه صنع فرصه واحده بس. التمريرات الصحيحه 128 تمريره صح من 156 بنسبه دقه 82%. فمحمد هاني بصراحه يعني نقدر نقول ان هو اهم مكاسب النادي الاهلي في البطوله دي من ناحيه اللاعبين.